أكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين بمشوارنا الصباحي لهذا اليوم. طبعا يا هبة، تعرفين بالآونة الأخيرة انتشرت رائحة الكبريت بشكل كلش كاسح في العراق، فأريد نعرف شنو أسبابه ونتاجه. طبعا منذ أشهر تعاني أجواء العاصمة بغداد من انتشار رائحة الكبريت، إلا أنها ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، مما أثار شكاوى سكانه من تأثيرها على جودة الهواء وصحتهم، مطالبين الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول للحد من الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء. نعم يا رغدة، ووفق تقارير وأحصائيات محلية ودولية صادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، بيّنت أن بغداد وللأسف تصدرت قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم، وذلك لأن مستويات التلوث ببغداد قد تجاوزت مدن مثل لاهور في باكستان والقاهرة في مصر ودلهي في الهند التي تشتهر بارتفاع نسب التلوث فيها. ولأجل الوقوف على الأسباب الحقيقية في التلوث البيئي الذي تشهده بغداد، ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور عمار العطا، مستشار وزارة البيئة ورئيس اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء لبحث مشكلة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة في بغداد لاحقا. طبعا يا هبة، تعرفين أن هذا الموضوع جدا مهم، أكيد، وسلطنا الضوء عليه إحنا بهذه الفترة لشكاوى الناس أكثر. فعلا اليوم أثر على الأطفال، أثر على المسنين، أثر على حتى أصحاب الأمراض المزمنة. فعلا يا رغدة، وأكو مناشدات كثيرة، يعني سواء كانت من الناس أو من قبل القنوات الفضائية، بس رغم هذا الشيء إنهم مدى يبينون الأسباب الحقيقية لهذا الموضوع، أكيد. وحتى إذا بينوا الموضوع مدى يأكدون أو مدى يوضحوا بصورة صحيحة للناس. بالضبط، الموضوع مجهول. الموضوع مجهول، فالمفروض أنه أما يكون أكو سبب حقيقي وينطول للناس تحذيرات، أكيد، وينطوهم خطوات يقومون بها، اجراءات وقائيه على الاقل. اجراءات وقائيه فعلا، اكيد. طبعا احنا اليوم اكيد بعدنا مستمرين، لكن احنا اليوم راح يكون ويانا عبر الهاتف الدكتور عمار العطا. عمار العطا، حتى اليوم نتناقش بالموضوع اكثر، نعرف اسبابه، نعرف شلون يكون الوقايه من عنده، نعرف تاثيراته، وش وقت نقدر نتخلص من هذه التلوثات. صح، اليوم كاسحه الشعب العراقي كلش مأثره على الناس، والناس تشتكي بالموضوع. يعني انا جذبني موضوع يا رغده انه بغداد تصدرت قائمه المدن الاكثر تلوث في العالم، وهذا الموضوع للاسف، يعني انه يعني بغداد توصل لهاي المرحله من التلوث البيئي. خلينا نشوف راي شهله وثامره بهذا الموضوع. تقريبا صار 20 يوم تقريبا بانتشار رائحة الكبريت بجو بغداد بالتحديد وبقية المدن القريبة لها. ولحد الآن ما شفنا تعليق أو ما شفنا شيء حاسم بخصوص الموضوع، لكن السيدة السوداني شكل لجنة بحل أو إثبات ما هي هذه الأشياء اللي تكون بالجو من الروائح، وخصوصا رائحة الكبريت المنتشرة بالجو. وأكيد هذا الموضوع كلية راح نعرفه من خلالكم اليوم مع اتصالكم مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد لكم الجو. أكيد أكيد أكيد. طبعا معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عمار العطا، مستشار وزارة البيئة. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، اذا ممكن شوي صوت واضح جدا. حلو، يسعد صباحك دكتور. صباح الخير بالعافيه. صباح الخير، اهلا وسهلا دكتور. حدثنا في بدايه الموضوع، ليش شو الاسباب اللي بالفتره الاخيره التلوث انتشر بالعراق؟ اول شيء خلينا نثبت حقيقه مهمه، وهي انه تلوث الهواء هو القضيه البيئيه الكبرى اللي تواجه معظم دول. يعني بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يتسبب تلوث الهواء بوفاة 7 مليون شخص حول العالم، وأيضا 99% من سكان العالم يتنفسون هواء دون المعايير ومحددات منظمة الصحة العالمية. ما حدث مؤخرا في العراق هو انتشار لروائح كريهة تشبه رائحة الكبريت، تنتشر خلال أوقات الليل المتأخر وحتى الصباح. نعم. الغريب الموضوع هو تكررها بشكل غير مسبوق. بالضبط. وبحدة غير مسبوق. الموضوع ليس بالجديد حقيقة. احنا اللجنة اللي شكلها رئيس الوزراء يوم السبت الماضي كان برئاستي، ويوم امس قدمت تقريري في جلسة مجلس الوزراء، وبينا بالأدلة وبالتحاليل النتائج والفحوصات أكثر من دليل حقيقة، وأجرينا فحوصات مختلفة في مختلف أنحاء بغداد، وخلال ساعات انتشار الرائحة
بينا ان الرائحه ليس لها علاقه بارتفاع تراكيز غاز ثاني اكسيد الكبريت، اللي كان متوقع ان هذه الرائحه هي رائحه كبريت، الرائحه ليس لها علاقه بالكبريت، بينما كل الفحوصات اللي اجريناها في بغداد خاصه خلال اوقات الانتشار الشديد للرائحه تبينت مستويات متدنيه لغاز ثاني اكسيد الكبريت، وايضا كان التراكيز دون المحدد الوطني. فالرائحة الحقيقة بعد ما أجرينا الطلعة الاستكشافية بالطائرة هليكوبتر وإجراء الجولات الميدانية وتحليل النتائج وأيضا بيانات وزارة النفط لتحليل المحتوى الكبريتي في النفط المستخدم كوقود في محطات الطاقة الكهربائية وفي مصفى الدورة، تبين لنا أن المصدر الأساسي لانتشار الرائحة هو الحرق العشوائي للنفايات في المطامر الموجودة في منطقة النهروان ومناطق شرق بغداد. طيب دكتور، وهذا الحرق حقيقة ينتج روائح، وهو خليط ميكس بين الغازات والأبخرة المختلفة التي يتحسسها المواطن، وكأنها رائحة تشبه رائحة الكبريت بالضبط. وهي ليس لها حقيقة علاقة بالكبريت. نعم. طيب دكتور، ما هي الخطط التي تعملون عليها في مواجهة هذا التلوث والحد من آثار الخطيرة؟ حقيقة إذا تلاحظون مقررات مجلس الوزراء اللي تم نشرها يوم أمس ليلا، كانت واحدة من أهم القرارات هي إجراء الحملات الميدانية لمنع عمليات حرق النفايات في مناطق شرق بغداد، لأنه أكو مجموعات من العابثين يسمون النباشة الذين يقومون بحرق النفايات ويأتون باليوم الثاني يستخلصون المواد المعدنية والمواد اللي يستفادون من عدها في صهر المعادن في كور صهر وتحويلها إلى منتجات يبيعوها في المواد. فتشكيل حملة أمنية وجولات يومية لرقابة بالطائرة لتحديد أماكن الحرق وتوجيه الدفاع المدني إلى أطفاء الحرائق بالسرعة الممكنة، وأيضا الإجراء الأساسي هو منع دخول هؤلاء إلى أماكن طمر النفايات من خلال تحميل المسؤولية للقوة الماسكة للأرض في تلك المناطق. الإجراءات الحكومية الحقيقة متعددة اللي هي الحكومة الحالية بدت بها، ولكن مثل ما تعرفون هذه المشاكل مشاكل التلوث يراد لها وقت لحلولها، لا سيما ان العراق مر بازمات وحروب وحصار اقتصادي وحرب على الارهاب، كلها اثرت على البيئه تاثير كبير حقيقه. بالضبط. اهم المشاريع اللي الحكومه الان عاكفه على القيام بها ووصلت الى مراحل جيده هو مشروع الويست تو انرجي، مشروع تحويل النفايات الى طاقه في منطقه النهروان، وهذا المشروع سيقوم بتحويل 3000 طن من النفايات يوميا الى طاقه كهربائيه، وهناك مشروع اخر ايضا سيقام في منطقه الكرخ ايضا 3000 طن، واذا علمنا ان بغداد تنتج تقريبا يوميا 10000 الى 12000 طن من النفايات، فإذا ما تم إنجاز هذه المشاريع خلال الوقت المحدد لها متوقع خلال سنتين تبدأ بالعمل، لأنها مشاريع ضخمة استراتيجية هذه، فهذا سيقلل من مشكلة تراكم النفايات وحرق النفايات ويحسن نوعية الهواء بشكل جيد. مشاريع الأخرى المتعددة، مشروع النقل العام أو مشروع المترو اللي تمت إحالته في مجلس الوزراء، مشروع استثمار الغاز المصاحب وهذا ايضا سيقلل كثيرا من الانبعاثات. مشاريع محطات الصرف الصحي في بغداد والمحافظات لمعالجه مياه الصرف الصحي، في محافظه البصره لدينا مشروع تحليه مياه البحر. موضوع مشروع في وزاره الكهرباء لتحويل المحطات الكهربائيه لتعمل بالدوره المركبه من الدوره البسيطه، واخيرا معسكر عفوا المشروع المهم هو تحويل معسكر رشيد الى مساحات خضراء. طيب دكتور، ما هي توصياتكم للمواطنين حتى يحافظون على صحتهم التنفسيه، خصوصا الاشخاص اللي يعانون من امراض مزمنه بالجهاز التنفسي؟ الحقيقه هي مو توصيات، هي ارشادات.
إرشادات عالمية توجهها منظمة الصحة العالمية في حال تدهور جودة نوعية وجودة نوعية الهرم. الإجراءات هي تتمثل بالدرجة الأولى للمصابين بالأمراض المزمنة الأطفال وكبار السن أيضا، أنه إذا صار يعني تدني في نوعية الهواء البقاء في المنازل، إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل جيد، تشغيل أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 تعمل كفلتر لتنظيف الهواء. نعم. وإذا اضطر الخروج إلى خارج المنزل الالتزام بارتداء الكمامات. نعم. طيب دكتور، خلال كم يوم تنتهي هاي الظاهرة؟ والله إذا إن شاء الله بدأت الحملة الأمنية، وهي بدأت الحملة الأمنية أعتقد من يوم أمس، فخلال إن شاء الله خلال شهر إذا تم السيطرة على عملية حرق النفايات ستشاهدون يعني تحسن في جودة نوعية الهواء إن شاء الله. نعم. شكرا لك دكتور، شكرا لاتصالك. إذن أكيد بعدنا مستمرين. أكيد. طبعاً خلونا نشاهد هذا التقرير عن سبب انتشار رائحة الكبريت في سماء بغداد، وأكيد من بعدها راجعين.